مرحبا بكم يا أعزائي. في عمق زمن ما قبل التاريخ يعود هذا الفيديو ليكشف عن سراديب عالم الديناصورات، ولكن بنكهة مختلفة هذه المرة، حيث نستعرض لكم أغرب 8 ديناصورات ظهرت على وجه الأرض. هل تخيلت يوما أن هناك ديناصورات تبدو كأنها خرجت من أحلام الخيال العلمي؟ سنتجول معا في هذا العرض لنكتشف تلك المخلوقات الغامضة والمبهرة التي كانت تسكن عالمنا القديم، وربما تتساءل معنا عن كيف ابتكرت الطبيعة مثل هذه التصاميم الفريدة. انطلقوا معنا في هذه الرحلة المدهشة إلى عالم الديناصورات الفريدة والمدهشة. نتمنى أن تستمتعوا بالفيديو. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المثير. دعمكم يعني لنا الكثير مقارنة بما هو معروف عن حجم الديناصورات الهائل، وربما يكون ذلك سبب شهرتها إذا ما قورن بالأحجام الهائلة للديناصورات في ذلك الزمان، مما يعني أنها تتعرض لخطر عظيم إذا لم تحسن التخفي. ومن عجائب الأمور أيضا أن هذه الكائنات الصغيرة كانت تمتلك على ظهرها نوعا من الأشواك الحادة للدفاع عن نفسها، لكنه يحرمها من فرصة الاختباء بشكل جيد، لكن كان بإمكانها القفز في الهواء والتخفي بين فروع الأشجار. والطريف في الأمر أن هذا الكائن العجيب يمكنه العيش على اليابسة وفي الماء في إخراج الحشرات من الأرض لغذائه. مزيد من التفاصيل عنه، وعاش هذا الكائن في الصين حيوانات الأصغر حجماً، يبدو وكأنه يحاول لمس الأرض بأذرعه الأمامية، لكنه لم ينجح في ذلك أبداً. ذكاؤها الزواحف الموجودة حالياً، يستخدمون ذكاءهم في وضع خطط لصيد فرائسهم وتتبع الحيوانات الصغيرة، وعلى ما يبدو أنها كانت تقوم برعاية صغارها مثل ما يفعل طائر النعام. دراكوركس هوغورتسيا. عاشت تلك الحيوانات المرعبة في أمريكا الشمالية في العصر الطباشيري المتأخر، وقد تم منحها هذا الاسم من قبل علماء الحفريات الذين لاحظوا تشابها بين جمجمتها وبين جمجمة التنين، بكل ما يحمله ذلك من قصص وأساطير خاصة بالسحر والشعوذة. انضموا إلى قافلة المعرفة والتسلية، اضغط لايك واشترك اليوم لتكون جزءا من مجتمعنا المميز.